السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. هذا الفيديو هدفه حول البلاغ الإخباري لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول المباراة المشتركة لولوج كلية الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. وبالنسبة لشنو جا في البلاغ، هادشي هو اللي غنشوفو في هذا الفيديو هذا. فأول حاجة هما الحوايج اللي اعتمدت وزارة التربية الوطنية بخصوص هذه المباراة هذه، اللي كانت أول حاجة هي أنها انضمت واحد المباراة مشتركة لولوج السنة الأولى في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، عوض 11 مباراة التي جرت العادة على تنظيمها سابقا. ثاني حاجة أن هذه السنة اعتمدت على واحد البوابة إلكترونية وطنية اللي هي concoursmed.ma، اللي هي اللي تسجلتوا فيها هذه السنة هذه باش أنكم تولجوا لهذا المباراة المشتركة. ثالث حاجة أنها قامت بتقريب مراكز المباراة من مقرات سكنة حاملي شهادة البكالوريا حفاظا على صحتهم وسلامتهم. إذا كذلك بالنسبة لهذه المباراة المشتركة ولهذه السنة هذه، أنكم غدوزوا المباراة في مراكز اللي قريبة للسكن ديالكم، وداكشي على حسب شهادة البكالوريا منين خديتيها من اين نيابة، وغيقربوا لك اقرب مركز الامتحان هو اللي غدوز فيه. كذلك بالنسبة لهذه السنة هذه تم تخفيض ديال عتبة الانتقاء ديال المترشحين باش انهم يجتازوا هذه المباراة هذه. ومن خلال هذه الاجراءات كاملة فلقد تم الاعلان عن نتائج تالية، حيث انه تم الانتقاء التمهيدي لحوالي 56 الف مترشحا ومترشحة لاجتياز المباراة المشتركة، من بين 72532 من المترشحين المسجلين على البوابة الالكترونية الوطنية. هذا وسيتم الاعلان عن لوائح المترشحين الذين تم انتقائهم يوم الاحد 2 غشت 2020 على البوابة الإلكترونية اللي هي concoursmed.ma. هاد البوابة هذه هي نفسها اللي كنتو تسجلتو فيها. واليوم الحد راه اليوم تم الاعلان على هاد اللوائح هادو. بالنسبة للبوابة راه الا دخلتوا ليها دابا لهاد الموقع هذا راه غتلقاو عليه الضغط وما غيخدمش معكم، لذلك حاولوا انكم تبقاو تاكتواليزيو او لانكم تخليو حتى لواحد الوقيته بالليل اللي ما غيكونش داخل ليها بنادم بزاف، وان شاء الله راه غتحل لكم. كذلك حاجة أخرى أنه تم تحديد عتبة الانتقاء التمهيدي في معدل يساوي 12/20، وذلك باعتماد معدل الامتحان الوطني الموحد بنسبة 75% ومعدل الامتحان الجهوي للبكالوريا بنسبة 25%. إذن هاد السنة هذه المعدل كان ديال الانتقاء كان هو 12/20 بالنسبة إلى حسبتي 75% الامتحان الوطني و 25% الامتحان الجهوي. إلى جمعتي هادو أعطوك 12 الفوق، فهذا هو المعدل اللي خداو عليه باش أنهم ينتقيوا في هذا الانتقاء التمهيدي. كذلك غيتم الاعتماد على 88 مركز لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تقليل تنقلات المترشحين في هذه الظروف الاستثنائية. إذن هاد السنة هذه راه تزادوا المراكز، وكما قلت لكم راه غدوزوا على حسب المنطقة فين خديتوا البكالوريا ديالكم باش أنكم ما تنقلوش لشي بلاصة اللي بعيدة. كذلك تم التعبئة ديال ما يفوق 4000 مراقب للمباراة من أساتذة باحثين وأطباء داخليين ومقيمين وأطر إدارية وتقنية وطلبة دكاترة من جميع الجامعات الوطنية. وبالنسبة للمباراة المشتركة راه غتكون يوم الأربعاء 5 غش إن شاء الله 2020. وبالنسبة للإعلان عن نتائج ديال المباراة راه غيتم في واحد الأجل أقصى يوم الجمعة 7 غش 2020، وذلك حسب التوزيع الجغرافي. إذا كما قلت لكم هذا هو البلاغ المشترك. بالنسبة للوائح المترشحين راه غتلقاوهم في الموقع ديال concoursmed.ma راه تم الاعلان ديالهم. وكما قلت لكم راه تقدروا انكم تواجهوا واحد الصعوبة اثناء تصفح هذا الموقع هذا، لانه غيكون عليه واحد الضغط، خاصك انك فقط انك تبقى تحاول معه، لانه دابا راه كلشي داخل كلشي باغي يشوف راسو واش تقبل او لا لا. اذا هذا الشيء اللي كاين بخصوص هذا لا فيديو هادي، نتمنى انه يعجبكم، واذا كان عندكم شي تساؤل خليه لي اسفل هذا لا فيديو هادي ان شاء الله غنجاوبكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.